تتذكر حكينا كان عندنا اف او اس راح احولها ل اف اوف اس بتساوي اوميجا ام سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ام اس زائد اوميجا ام سكوير وتساوي 1 على اس سكوير على اوميجا ام سكوير زائد 2 زيتا اوميجا على اوميجا ام. هذا هو جيم مضبوط. هيك حولنا محل اس حطينا جي اوميجا فصارت جي اوميجا سكوير على اوميجا ام سكوير قسمنا كل شيء على اوميجا ام هاي صارت واحد. هلا هون لما بربع جي بتصير ماينس واحد فبتصير واحد ماينس اوميجا على اوميجا ام سكوير زائد جي اثنين زيتا اوميجا. وصار عندي هذا real part و imaginary part من هون. فعندي at f j omega at omega بتساوي omega n. إذا بدي أخذ مثلاً magnitude تبعها magnitude تبعها رح يصير واحد على هذي هون واحد minus هذي واحد minus واحد بتصير هذي zero. وعندي هون j 2 زيتا في 1 هذه راح تصير 0 من هون فصارت عندي قديش الزاوية راح تكون لما اوميجا بتساوي اوميجا ان 90 مش هيك او ماينس 90 فبتصير الزاوية اف جي اوميجا هات اوميجا بتساوي اوميجا ان بتساوي ماينس 90. وعندي الشيء الثاني بصير الماجنتيود هون بساوي بصير عندي هون اف جي اوميجا ات اوميجا بتساوي اوميجا ان بتساوي 1 على 2 1 على 2 زيتا اللي هي بتتحول لماينس 20 لوج. جينا طلعنا الان على الرسمه افترض انه هذه هون اوميجا ان ات لو فريكونسيز راح يكون عندي هذا زيرو بعدين هون راح يتحول ل ماينس 20 ماينس 40 ماينس 60 دي بيز. راح افترض انه هذا هون ديكيد فبده ينزل 40 دي بيز بير ديكيد. افترض انه هذا الديكيد رح ينزل 20 minus 40 per decade رح ينزل بهذا الشكل. هلا لما زيتا تكون اصغر وين لما تكون زيتا اقل من او اكبر من 0.707 طبعا اقل من 1 رح يكون عندي minus 20 log 2 زيتا. في مناطق هون لهون الزاوية لما تكبر الزاوية كتير رح تقترب من 180 درجة رح تقترب من 180 درجة لأنه عندي هون من هاي اللي موجودة هون رح تصير هي هاي الطرف رح تعطيني ناقص 180 رح تبدأ بزيرو عندي 0 degrees minus 90 degrees minus 180 degrees عند هاي النقطة تكون minus 90 حسب قيم زيتا كل ما كبرت قيمة زيتا
ما صغرت قيمتي منها. هذا مثلاً هون زي تساوي 0.1. لما عندي زيتا تصير اقل من 0.707 وهذا هون بصير عندي اوميجا ار زيتا تساوي 1 هون مثلا زيتا والكت اوف بوينت او البوينت اللي بده يصير في عندي فيها ريزونانس لما تصير اوميجا ار اقل من 0.7 هذا السلوك من هون ماينس 40 دي بي بيرفكتلي.